شايف التشكيلة كان النهاردة فيها يعني دي تشكيلة كويسة ولا كانت تشكيلة سيئة من مستر كولر؟ بص يا كابتن ابراهيم، انا تعقيبي على الراجل بقالي فتره ان الراجل ما بيعملش الطبيعي، ما بيعملش العادي. الطبيعي او العادي، ايه هو الطبيعي وهو العادي؟ لو انت بتستند على حته الاجهاد يبقى في بعض اللعيبه كانت لازم تتغير. والطبيعي ان خلاص انا شايف كريم الدبيس مثلا ماشي كويس العبه، حتى لو رجع علي معلول انا لا، الراجل ماشي كويس. ده تطبيق، انا بشوف ان ده تطبيق عداله، تطبيق الفير، ان انا خلاص ممكن المركز الوحيد اللي ممكن تقول ما تقدرش تغير او يرجع يلعب على طول هو الشناوي حارس المرمى. لكن انا وجهة نظري في بعض الاماكن انا شايف ان خلاص انت بتقول اجهاد، وهاني بقاله 3 4 سنين بيلعب، فخلاص انا ما صدقت. خلاص انا كابتن مش عايز اللعيبه اللي هي بتنزل فبتاخد فبتبقى كويسه جدا وبتلعب وبعد كده يرجع مثلا لاعب، فانا خلاص انا كده كده عارف ان انا هاجي الماتش اللي بعده هطلع بره. انا مش الكنز لعيب النادي الاهلي يا كابتن، او كنز فرقه النادي الاهلي. احنا كنا بنتكلم السنه اللي فاتت دايما هي البدائل اللي بره اللي عندك، هي التغييرات اللي بتنزل بتضيف لك. حتى لو انت عايز تعمل روتيشن ما ينفعش اخسر لعيبه، لان انت دلوقتي يا مستر كولر انت بدات تخسر لعيب كان اهمهم عبد القادر. طب دلوقتي لما رضا سليم اتعور خلاص ما بقى عندكش، بتجيب كريم فؤاد. هل كريم فؤاد بيلعب هاف رايت زي هاف ليفت؟ مش هيقدر، مش عدلته، فهو متألق في الناحية اليمين في غياب مثلا أداء طاهر محمد طاهر. لما كنت بتلعب كريم فؤاد لا كان بيقدر يأدي قدام هاني وبيقدر وبيبقى مفتاح لعب كويس. طب خلاص انت خسرت عبد القادر ودلوقتي عندك رضا سليم، فانت ما اتعاملتش بذكاء ان انت خلاص انا في وقت انا هحتاج اللعيبة دي. لكن مروان عطية انا كنت شايف ان كوكا يلعب، يعني كوكا في تغيير حصل، كوكا وإمام عاشور دول لازم يبدأ بيهم، يعني لازم يبدأ. مروان بقى له فترة مثلا بعيد عن مستواه. غريبة جدا مروان عطية بصراحة، يعني بدايته عكس الفترة دي خالص. هل دي بص كانت كده، حماس زايد مثلا، كان متحمس خلاص لا بعد ما هو شاف سوري بعد ما شاف مثلا نفسه ان هو بقى اساسي فخلاص كده هو وصل لأعلى بص مستوى؟ كابتن، انا وتصريحات ممكن مروان شوية بعد وفاة والده هو كلنا مرينا بص بنفس الظروف. مستواه مش احسن حاجة، لكن ممكن مباراة منتخب مصر رجعته شوية فرجع ادى مع النادي الاهلي مثلا مباراة. لكن انا شايف ان كوكا ماشي كويس يلعب. انا عندي انا لو مدير فني انا امام عاشور 50 60% مستوى يلعب، مش لازم يوصل 100%. انا امام العب مثلا اليو بقاله فترة، اليو ديانج بقاله مش فترة قالوا ديانج مش كويس، حقيقي مش كويس. كان اللي كان بيميزه كابتن هو بيلعب 8 دي، هو على طول بيكمل، هو على طول بيعمل ارتداد دفاعي في نص الملعب. ممكن العب بثمانيتين، انا ممكن العب بقفشه وامام، ومروان يشيل الحته دي، كوكا يشيل الحته دي. لكن انا شايف ان النهارده التغييرات اتاخرت جدا، في بعد الدقيقه 71 النهارده بتغير. بس لا يا هو دايما يعني بس انا بتكلم عن مباراه ده النهارده. لا مش هو دايما يا كابتن يعني كده. مش مستغرب قوي لا يعني، لا لا هو التغييرات متاخره بس النهارده بس لا، التغييرات متاخره داخلين في 6 شهور بتكلم عن مباراه النهارده، التغييرات متاخره ما اتحددتش النهارده، ما ماشي تقوليش النهارده ماشي، تغييرات متاخره بقى لها قد ايه؟ تمام 6 شهور كده اعدل. لا انا كنت ابدا بكوكا، وكوكا ما شاء الله مأدي بشكل كويس ومأدي بشكل جيد، وكلنا أشادنا بيه ان هو انضم للمنتخب الأول في المكان دوت، فما ينفعش أخسره، ما ينفعش أخسره. خلاص أنا شايف إن في إجهاد على مروان، أو في حالته النفسية خارج شوية، ما صدقت عندي كوكا بيحل لي المكان ده، وزي ما بيقول الكابتن بيأدي بشكل كويس الفترة الأخيرة. إمام أنا بقول لحضرتك ما عنديش 8 ده كتير في الأهلي، يعني أليو كان بيلعب 6 بس خلاص بقاله مثلا سنة بيلعب 8 بس، بقاله كتير خارج فورمته. فلا امام 50 60% يلعب، يعني يلعب في نص الملعب ويشيل لك نص الملعب. انت النهارده خسرته نزلت انت مودست النهارده نازل بتلعبه 8، هو مودست ما نزلش لا اصلا انا قلت مثلا تغيير مودست يا كابتن وائل، ان هو انا لقيت محمد طاهر هو اللي بيلعب فرود، يعني انا لقيت طاهر هو اللي بيلعب فرود ومودست بيلعب 8. لا هو اللي بينزل تحت، ما هو بينزل أنا تحت، ما انا اتكلمت فيه ما تحسش بيه، ما انا بقول لك هو مجهود مجهول. بص يا كابتن يعني فما هو بينزل يعني من خلال وجهة نظري يعني ما بيضيفش زي ما قال كابتن وائل في البدايه، ما فيش اضافه، ما بيخلكش حتى الحته الهجوميه بتبقى شرس، ودي غريبه جدا في الفتره الاخيره للنادي الاهلي. انا عايز خلاص انت امام خلاص حطيت 2 في نص الملعب تمام، وقلت هتلعب 4 4 2، انا لقيت هي نفس الطريقه، وغيرت مثلا ايه ديفندر بديفندر 8 ب 8. طب ايه اللي انت ضفت ايه؟ بتنشط نص الملعب؟ لا انا لو عايز انشط الثلاثه اللي قدام،
هلعب مثلا لو عايز تلعب العب بمودست نزله، لو هتلعب كرات عاليه ان هو ينزل مثلا الناس اللي تحت. لكن شق تاني بتاعت اللعيبه واللي الكابتن وائل اتكلم فيها اضاعه الفرص. بص يا كابتن، لو النادي الاهلي بيكسب احنا مش هنطلع نقول الكلام ده. النادي الاهلي بيكسب ادي بشكل كويس، لكن التوفيق مش هيلازمك انت ادائك او مش كويس، وده لازم يوصل جوه اوضه اللبس. التوفيق مش هيلازمك الا لما تكون الاوضه كده، ممكن اكون بادي بشكل مش كويس وفي الاخر كوره كده فاول جون هتتنسي كل حاجه. لكن التوفيق هيلازمك تقول في عداله، في فير، ممكن ما ادي مباريات كتير، لكن مش هيفضل ملازمك طول الوقت، لان انت ادائك بقاله فتره. احنا بنقول اداء النادي الاهلي بقاله فتره هو مش احسن حاجه في حاجات كتير جدا. حته فرض اسلوب اللعب غايبه عنك بقالك كتير، الضغط العالي ما بتعملش ضغط عالي مهم جدا. اي فرقه كانت بتلعب النادي الاهلي من اول دقيقه نازله خسرانه، ونازله خسرانه نفسيا. بتطبيق في الملعب كان النادي الاهلي بيعمل كده، انت مش جاي تاخد حاجه من المباراه، لكن دي شخصيه الاهلي غايبه، شخصيه فرض اسلوب اللعب غايبه، شخصيه الضغط العالي وان ما بيخليش حد يلعب مرتاح دي برده غايبه. فدي كل دي بتاعت الراجل، زائد حته اضاعه الفرص دي بتاعت اللعيبه، قله التركيز من اللعيبه. شايف مشاركة قفشة كانت صح من مستر كولر النهارده؟ لا، أنا كان أفضل يلعب بإمام. حتى لو عايز تلعب بأليو، لا العب بإمام، لأن إمام يا كابتن بقول لك 50-60% من مستواه، والملعب يشيلهم هما الاتنين. أنا شايف إن الملعب يشيلهم هما الاتنين، هتدي انطباع للفرقة اللي قدامك، لا أنا نازل أضغطك عالي، أنا نازل أكسب، والاتنين بيعرفوا يلعبوا جنب بعض، يعني التمانيتين بيعرفوا يلعبوا جنب بعض. وانت عندك مثلا في نص الملعب مروان ممكن يشيلها، وممكن لو كوكا يشيلها في نص الملعب، لان كابتن عندك برضو قفشه بيأديها بشكل كويس، وامام حته ارتداد السريع يلعب بثلاثه فلات بيعملوها كويس بقى لهم فتره. تمام، فهنا في بعض الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي هتفرق مع اداء النادي الاهلي. طرفين الملعب هيفرقوا مع ده. كمان النهارده المباراه ما كانتش مقفوله قوي، يعني المباراه النهارده ما كانتش متقفله زي ما بيتقال، يعني النهارده شباب لوزاد بيلعب قصادك جيم مفتوح زي ما انت اللي سهلتها عليك. ليه؟ لان انت ما ضغطتش عالي، مش على طول في كل كوره لا محسس الخصم لا انا موجود، مفاتيح اللعب عندك بتضيع كتير وخصوصا الشوط الاولاني، فده بيدي ثقه للفرقه، فريق منافس بيدي ثقه ان هو ينقل عليك. انا في كوره النهارده انت كنت ممكن تطلع خسران 1-0، الكرة اللي على خط الستة اللي في العرضة، لا والكرة اللي قبلها اللي طلعت فوق العرضة. فهنا كابتن لا لسه ربنا ساترها معاك، لا في لسه مهم جدا شخصية الأهلي دي أهم حاجة، ترجع تاني، واللي هيرجعها الراجل لازم ترجع بشخصية الأهلي تاني، لم لعيبتك، لم اللعيبة حوالين منك عشان في الآخر تأكدت أوي على حتة لازم يلم اللعيبة. كابتن أنا ما ينفعش برضو يتصدر تصريح ان انت جبت اللعيبه وعشان تشدهم فخدتهم على التتش ورجعوا على التتش، لا ما ينفعش. انت لازم تلم اللعيبه، انت اول واحد اللي تلم، انت اول واحد ما تخشش في صدام مع اللعيبه، لان اللعيبه دي السلاح بتاعك طبعا، ولاعيبه كبير. لان بص يا كابتن، لعيب النادي الاهلي ده هو انا كرامتي في الاول وفي الاخر، مهما يحصل ايه حتى مع اي مدير فني هو اللي بيكسب. هو كابتن ما ينفعش تنزل بي، يعني ما ينفعش تنزلني تحطني في حته مش بتاعتي، لا خلاص كله يروح وما فيش مشكله، وعندنا اجتماع بعد كده وهديكوا دش ما حدش يحس بيه. هديكوا دش الصحافه خالص، لا خالص خالص الكلام ده خالص، هديكوا دش اجتهد بقى انت زي ما تجتهد، مصدر بقى الكلام دوت كلام ملوش اساس من الصحه، حتى في كتير بيدافع عن ده. حاجات غريبه جدا النهارده التصريح بتاعه، يعني في الوش على طول. لا في حاجات كتير يا كابتن انت كمدير فني لازم تلمها، هتلاقي انت حاجات ناس كتير في ظهرك، حتى لو انا عندي معلومه ان انت في مشكله معينه مش هطلع اقولها، مش لا لم انت خلاص اديت فرصه اللي عايز يحارب النادي الاهلي، خلاص انت اديته 50 بند ان هو يشتغل عليه، وللاسف هو بيركز، يعني المفروض مدير فني النادي الاهلي ده سدد ودنه وسدد، ما بشوفش حاجه غير الملعب واللعيبه، ما بشوفش حاجه تاني ولا صحفيين بقى. يا كابتن انا فاكر كان حصل موقف، كان الكابتن حسام بدري زي ما اتكلمنا كده مدير كوره، صحفي كتب ان مش عارف الفاظ خارجه في اوضه لبس النادي الاهلي. انا داخل تاني يوم لقيت الصحفي ده جاب قال له انت هتكتب، ما تكتبش حاجه، اي حاجه سلبيه ما تكتبهاش، هتكتب الكلام ده مش هتخش مع الباب النادي.
ده اداني انطباع كابتن ان انت مفيش حاجه تطلع بره، مفيش حاجه تطلع بره. فدي مأثره او مأثره انت كمدير فني النادي الاهلي لازم تعرف انت ماسك ايه، او انت عندك قاعده جماهيريه كبيره جدا بتدعمك، فأسوأ حالاتك بتدعمك وهتفضل تدعمك لان هي جماهير النادي الاهلي كده. بس انت كمدير فني واللعيبه انتوا اللي رفعتوا سقف طموح الناس دي، ان هي اي مباراه مفيش حاجه اسمها خساره ولا تعادل. النادي الاهلي ما عندوش تعادل. تعادل ايه؟ بص يا كابتن اطلع قطع الشورت بتاعك وخسران هتلاقي الناس شايلك وانت ماشي في الشارع بعربيتك. ما دام قد كويس. بس لكن ولا اداء بقالك فتره ونتائج سلبيه وبطولات بتضيع منك بداتها موسم بضياع بطوله، لا انت كده كيرفك نازل مش عالي.